خير. عندهم نت يعني بحريم بس. لا والله ما شفت، ما شفت في السوشيال ميديا شين. يا يدور حريم يا يدور شغل. يدش لك يا انا داخل على الله وعليك وما شنو، وانا عندي بكالوريوس ما ادري شنو، وتكفين دوري لي شغل. ادور لك شغل حق شنو؟ هون ليش اساسا ادور لك شغل؟ بلدك اولى فيك تسوي لك شغل. ثاني شيء حق ادور لك شغل وباكر اشغلك؟ تعالي كفلي، تعالي زين. ايش دراني انت انسان زين وزين حرامي نصاب شيخ دين؟ ايش عرفني انت شنو؟ منو انت عشان اقعد اسعالك وباشر انا احط نفسي باكر لسوى مشكله؟ انت اللي جبتي، انت اللي قلتي له، انت اللي بلشتينا فيه. شلون دخلك؟ مين أفضل برايج، مسرح طارق العلي ولا مسرح حسن بلام؟ ميوش إب إب ماني عارفة أقول إنك ولكم. ميوش حضرتي كواليس الإمبراطورة؟ لا لا لا، مو بس وظيفتي اني انتقد الناس، لا اني اطرد اشكالك. مساء النور محمد، عليكم السلام يا هلا. تمام بخير الحمد لله بفضل رب العالمين. كيفي؟ تمام بخير محمد. لا حبيبي انت مو محظور، بس الحين صرت محظور. يلا ريتاج احترمي نفسك والله العظيم قسم بالله. لا تخليني اصكك قضية اعلمك صج حقك. شرايك والله العظيم، ترى عندنا محامين قاعدين ما عندهم شيء. 4 محامين في الكويت غير 1 في السعودية 1 في الإمارات. ايش تبين؟ حياك الله. اوريك حدي، اوريك عدل. ايش رايك حبوي؟ اوريك لايف. بس تحملي البهدلة اللي راح تجي لك من مباحث لجرائم إلكترونية نيابة لمحامي لقاضي لمحكمة لحكم. ايش رايك حبي تجربين لايف؟ قولي قولي انا قدها. ايش رايك؟ انا قاعد اقولك ايش رايك تجربين. يلا برا. عليكم السلام فرح عامر ادم، ثانك يو. من قال طي خلقي؟ خلقي زي الورد.
ترى والله اخباركم دائما قديمه. محمد الحربي دحمي الحربي، انا ادري انت فيك اكاونت عشان تجي يلا مره واحده، عشان ما احب الازعاج وفيك اكاونت. ابي حل حق واحده دائما تستحي من الناس وتسكت عن حقها، خلت تروح تراجع على دكتور نفسي هو يعالجها. انا مو دكتوره نفسيه، ابنها دكتور نفسي. ما شلون تردي علي شلون احسن؟ والله تبي الايفون اكس دش في مسابقة، ما تبي الايفون، لا ما تبي دش في المسابقة، ما في ايفون اكس ما اقدر انا اعطيك اياه، وفي ناس اساسا تعبانة من اول الشهر مشاركة في السالفة. او روح اشتري، عندك ابو وام يشتروا لك. سلام. ما ينعزي في ذكرى وفاة عبد الحسين، الله يرحمه ويغفر له، يسعى بكامل مغفرته ورحمته. ما بسوي حواجبي، ايش دخل امك في حواجبي؟ انا ما ابي احط تاتو يا حيوان يا كلب، اوكي؟ ما ابي اصل، ما ابي تروح صلاتي عشان وضوئي مو سليم. ايش دخل امك؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، فاهم يا حيوان؟ لا غلط، اللي يدخل في شيء ما حد طرحه للنقاش ياكل تبن، هذا اللي عندي. ويلا مرة انتي وراه، يلا دشوا المصريين ودشوا، كل واحد يبي يضبط، مو شايفين حريم، مو شايفين خير، تضبيط، كلام وسخ، قلة أدب. شو اسمه، بس هذه شغلتهم. اي انت من مصر، بس دور حريم صح، بلوك اي واحد من مصر بطرده، لانه مليت من التصرفات المقرفة هذه، اللي بس المصري يدش سوشيال ميديا معتقد انه هو نادي بس حق الحريم، يصيد حريم، مصدق يعني موهوم ان الحريم ناطرته في السوشيال ميديا حق المصري، بس ناطرته. والله ما حد يخرب السوشيال ميديا للمصريين. لا المشكلة ما أدري، عنده ثقة عجيبة. يبا إذا أنت وجه الوجه، المرأة ما عطتك وجه، ما حد طالعك وجه الوجه، لايف في حياتك، ما في مرة عجبت فيك، نفسي أعرف الحين ليه دشيت السوشيال ميديا ناطرينك، يعني على شنو؟ على جمالك، على حلالك، على فلوسك، على وضعك، على مركزك، على شنو؟ نفسي أعرف.
لا متمللة، اللايف غثيث، اللايف غثيث الحين، وايد غثيث، فبطلع لأن القعدة وايد مملة وغثيث ويهال ومصريين وغثة وأسئلة غبية، فبطلع صراحة أدش وقت ثاني يكون فيه في بشر صح.